أنا أمريكي 12، كلمة صعبة جدا أقولها، أنه الموروث الشيعي إذا مو 100% 90% هو محرف. أنت من أصول شيعية 12 ولا سنية؟ أنا من أصول 12، أعذرنا لأن بالأساس تربينا على جهل آبانا، ربوا أجيال من الجهلة واستغلوا الأمية. السلام عليكم. وعليكم السلام، سني ولا شيعي؟ شيعي 12. تفضل عشان بس اعرف منو احاور. تفضل. حقيقة هاي تماشيا مع سؤالك، ولا هي الكلمة صعبة جدا ان نقول شيعي؟ لا انا مسلم، قضيت زيارة الاربعينية ايه، او الكثير من الموروث الشيعي. حقيقة لكل عاقل، كل عاقل ما يقبل قضية الاربعينية، لان منطقا ان قافلة وسبايا باربعين يوم يروحون ويردون باربعين يوم للعراق، هذا شيء ما يقبل العقل. واذا جادلت احدهم مباشرة يقول لك انطوت الأرض بمعجزة، حتى الجواب غير منطقي ومخجل. كلمة صعبة جدا أقولها، أنه الموروث الشيعي إذا ما كان 90%، إذا مو 100% 90% هو محرف. تاريخ محرف وانبنى على الخزعبلات والخرافة. وما الذي يبقيك عليه هادي؟ ما الذي يبقيك عليه؟ أنا ما باقي عادي، وقلت لك يعني تماشيا مع سؤالك شيعي ولا سني، قلت لك شيعي ولا لا. أنا مو شيعي، أنا مسلم. يعني كلمة سابقا ايش كنت؟ كلمة التشيع كلمة دخيلة على الإسلام، وجدت لنقول صلاتك وصلاتي، عيدك وعيدي، زيارتي مراقد وزيارتي وحجتك. يا هادي لحظة، أنت من أصول شيعية 12 ولا سنية؟ أنا من أصول 12، ولكن الله هداني والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحق يعلو ولا يعلى عليه. نعم كنت على ضلال، ولكن الله هداني وفرج عني. الحمد لله. وأسأل الله أن يجمعنا وإياك على دين محمد الأصيل. آمين آمين آمين. ما أطيب الكلام، ما أطيب الكلام يا هادي. نعم والله هذا الذي نريد، هذا غرضنا يا هادي. النبي دين محمد عليه الصلاة والسلام، الدين اللي يرتضيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، مدين المراجع. أستاذ فراج، نعم. بالنسبة إحنا المجتمع الشيعي اللي نتكلم حول الأربعينية، نعم. اعذرنا لأن بالأساس تربينا على جهل آبانا، ربوا أجيال من الجهلة واستغلوا الأمية، وأصبحنا اليوم من بعد ما تثقفنا ومن بعد ما تنورنا بالتعليم الأكاديمي، التعليم الأكاديمي مو التعليم الديني الحقيقي محمد الأصيل، بدينا ندافع عن جهل آبانا. الله. لأنه آبانا بجهلهم سلموا لها العمائم السوء وأئمة الضلال والمحرفين والخزعبلات لحد ما صدقوا قضية الأربعينية وغير الأربعينية. أربعينية قطرة في بحر من الخرافات اللي جاي نعيشها، فبدينا ندافع بثقافتنا الأكاديمية بدون ما نعرف، لحد ما الحمد لله الله نورنا على الدين الحقيقي. وقضية يوم تشيع صفوي مقيت دين سياسي لأجل السياسة حتى تنبني هناك إمبراطورية تقودها حصرا جمهورية الإسلامية، وهي حقيقة لا إسلامية، حتى يقاتل المسلمين فيما بعضهم ويحققون انتقامهم الأزلي من الإسلام ومن المسلمين ومن أئمة الهدى، من علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وأبا بكر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، الذين أسسوا الدولة الإسلامية الحقيقية. لا سنة ولا شيعة. حقيقة كلمة الشيعة فالشيء مؤلم إلى درجة، خنجر في خاصرة الإسلام. من عجب تسألني شيعي أم سني، حقيقة صعبة جدا، ولكن تماشيا مع السؤال أقول لك شيعي، بس حقيقة أنا مسلم. في يوم من الأيام كنت أنظر الفراج الصهيبي أنه خصمي، لا حقيقة إن شاء الله أنت أخي في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجمعنا دائماً على الخير في الدنيا. كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بالدين محمد الأصيل هي بتجمعنا إن شاء الله، وبجهودك وجهود الأخيار أمثالك إن شاء الله إن شاء الله هاي الخزعبلة على كلها تنتهي. وصلنا لمرحلة اليوم يعني حتى المنطق والعقل والعلم لغيناه. قضية اليوم قضية الأربعينية حقيقة مهزلة، هواي أمور بيها غير منطقية، بس سلمنا لما سلم آبانا إليه أو جهل آبانا سلم له، إلى أن الله عز وجل نور طريقنا. وإلا اليوم معركة تقوم وسبايا، وتدري أنت يعني اليوم آمر ومأمور بالمعارك،
يعني لازم اكو امر بنقل السبايا او دفن القتلى او غيرها، وطريق السبايا كله حتى الشيعة مسلمين الى انه يسلكون الطريق من الكوفه والى الموصل ثم ديار بكر ثم يدخلون الى وحتى احنا عندنا بالتراث الشيعي اللي احنا مسمينه انه 1-0 هو يوم دخول السبايا الى الشام. يعني ايش قد ضلوا بالشام؟ ايش قد مكثوا بالشام؟ ايش وقت رجعوا؟ ما يكفي، ما يكفي. إضافة إلى أن الطوسي وغير الطوسي يقول راحوا من الشام إلى المدينة. ومن يتوازى؟ من يتوازى؟ قال لك طولت للأرض، ما عنده شغل وعمل تطويل الأرض حتى يحقق معجزة حتى يكون نبي. على كل حال خزعبلات لم يرد عليها دليل. الحمد لله، الحمد لله اللي برزلنا شخص من ركام التشيع من تحت الرماد ونور طريقنا مثل السيد الصرخ الحسني وأمثالك إن شاء الله اللي يأخذون بإيدينا إلى طريق الصلاح ولا الدين الإسلامي النقي الحقيقي المحمد الأصيل. لا سنة ولا شيعة، كلنا واحد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شكرا يا هادي، وفقنا الله وإياك. شكرا يا هادي. يا شيعة العراق، البرنامج لكم والتعب من أجلكم، والله لا وراكم خمس ولا وراكم نذور ولا عندي علق أبيع عليكم ولا ماي حق الصواندة من مقر الصواندة المشهور، ما عندي شيء أبيع لكم. أنا أقول لكم هذه هي الحقيقة، فاقبلوها إن أردتم النجاة. ألو، أهلا وسهلا. أهلا يا علي، سني ولا شيعي علي؟ أنا الصراحة شيعي، لكن من فترة يعني بلشت أقرأ في التاريخ وعن قصة النبي وأصحابه، فأكو شغلات ما مختلف فيها يعني في التشيع صراحة. وزيارة الأربعين، مثل زيارة الأربعين وغيرها، ومثل المهدي، أحد الأسباب اللي خلاني أبحث في التشيع هو أنه المهدي، الإمام المهدي. أي. ولقيت أنه ما في مصادر تثبت أنه الإمام المهدي أنه مولود. قريت عن جعفر اللي الشيعة يسمونه جعفر الكذاب، إيه رحمه الله. نعم، حطه فاسق وهو واحد من العترة، مصدقين بياع الزيت العمري. نعم، العمري اللي مو من أهل بيت، ومكذبين أخو الحسن العسكري وأم الحسن العسكري اللي أخذوا الميراث، مكذبين أم الحسن العسكري وأخو الحسن العسكري أن الحسن العسكري مات بدون ولد ولذا اقتسموا ميراثه. صحيح. ومصدقين بياع الزيت اللي يدعي انه وكيله وانه اختفى في السرداب، والبطيخ هذا اللي يصدقون الشيعه لليوم. صحيح، فهذا احد الاسباب اللي خلاني يعني شويه اترك التشيع، لان هو هذا يهدم يعني يهدم الاساس، يهدم المذهب كله، هي الفكره، لان فكرتهم قائمه على المهدي. وفي كاتب شيعي سابق موجود الان في لندن اسمه احمد الكاتب، معروف احمد الكاتب، وعنده كتابات بهذا الشيء يعني، وعندك يعني ابحاث يثبت انه ما في انه قصه المهدي هي كذوبه. فهذا السبب. ثانيا، احنا كنا نسمع عن الصحابه رضي الله عنهم، يشهد الله قسم البايات الله اني انا كنت شيعي، خاف احد يقول انه لست شيعي. يعني قرات عن الصحابه، عن رضي الله عنهم قصصهم، يعني شلون جاهدوا مع النبي، شلون يعني مستحيل احنا بدون الصحابه، هم اللي يعني الدين وصلنا بسببهم يعني. طبعا فهاي احد الاسباب. ثانيا، يعني انا من يعني عربي، هم من اصول عربيه ويعني من قبيله عربيه، فانا حبيت بس اشارك انه هذول يعني احنا هذول هم اجدادنا، هم اللي يعني نشروا الدين وعملوا كذا. وانا قارنت يعني قارنت بين التشيع وبين مذهب اهل السنه. مذهب أهل السنة ضد يعني صراحة، يعني دائما يرجعون أنه في أي شيء نسويه لازم نشوف هل في حديث، هل في شيء عن الرسول، عن أصحابه، عن التابعين، فضد البدع يعني. فأنا أشوف أنه هو الدين الصحيح هذا، أنه دين أهل السنة، لكن صعب إن شاء الله الشيعة العاطفة الزيادة والتعصب. مو هذه المشكلة، أنهم داخلين عندهم معلومة غلط، وهي أن أهل السنة يكرهون أهل البيت، يكرهون الحسين، وأن محبة الحسين تكون في عبادة القبور. نعم، هذا لأن هم يوصلونهم لهم دائما يعني يسمون أهل السنة إنه هذول الوهابية، هذول كذا يكرهونكم، هذول ضدنا، ما يفهمونهم ليش الأسباب. يعني إحنا دائما يعني أهل السنة ما شاء الله عندهم حجج من القرآن ومن الأحاديث،
فدائما السني لما يحاجز شيعي يطيع علم القرآن الكريم، تمسك أهل السنة دائما بالقرآن. يعني حتى مثلا قراء الشيعة دائما يركزون على اللطميات والحزن وكذا، فعندهم هاي المظلومية، يعني يحسسون دائما الشيعي البسيط أنه هو مظلوم، وأنه يعني يحسسون دور المظلوم. وادفع ادفع نذور وادفع كل شيء تبيه من عند القبر موجود. نعم نعم، فاحنا المفروض الله سبحانه وتعالى احنا ندعي الله، الله غريب. لكن انا اشوفها هذه تجاره، يعني انا اشوفها تجاره، انه هو استغلال هذا الشيء، وهم من مصلحتهم انه الشيعة العوام يكونون جهلة، هاي من مصلحتهم، فدائما انه يحكون مشاعرهم انه بالمظلوميه وكذا وكذا. فتعرف العوام هذولا ما ان شاء الله يعني هاي الشباب هسه تفتح بفضلك انت ان شاء الله بفضل الله والله سبحانه ولله اكيد الله سبحانه وتعالى. الله يوفقنا وياك، اسعدت باتصالك وواصلنا ولا تقطعنا عزيزي. ان شاء الله حبيب، اشكرك، انا متابعك دائما. يا هلا وسهلا، وتشرفت أشكرك. باتصالك ولا تقطعنا. علي الشرف، علي الشرف حبيب. يا مرحبا يا مرحبا ما شاء الله. يا هلا، هذه أقوى رسالة أوجهها مو للشيعة، لأهل السنة، اللي أخوة اللي يقولون الله عز وجل أغلق قلوبهم لا تسمع ولا تعي المتصلين. الله العظيم يشهد أني لا أعرفهم ولا أعرف يعني جهاتهم، شيعة ولا سنة ولا صرخية ولا غيرهم، وكلهم هؤلاء اللي اتصلوا الآن شيعة يردون عليكم يا سنة. يقول لك أن الكلمة الطيبة توصل وتأثر. أنا بس عشان الأخوة اللي دائما يهاجمون ويختارون أسلوب الشتم وأسلوب السب ويقول لا ذول ما فيهم طب، لا 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 لا، وصل رسالتك والله توصل، وفيهم عقلاء مثل ذولي. وصل رسالتك بالتي أحسن، وقولوا للناس حسنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.